بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا تلاميذي الأعزاء، اليوم سنتناول درسا جديدا من دروس النصوص القرائية بعنوان مضار التدخين. سندرس هذا النص عبر المراحل الاعتيادية الآتية: تحديد الأهداف، تمهيد، ملاحظة النص، فهم النص، تحليله، تركيبه، استثماره. أول شيء أحبتي سنحدده هي الأهداف المراد تحقيقها في هذا الدرس. إذا قدم للمتعلم نص تفسيري يستطيع أن يبني فرضيات انطلاقا من مشيرات دالة، أن يقرأ النص التفسيري قراءة سليمة ومعبرة، أن يحدد معاني ودلالات النص اعتمادا على عناصر المعنى، أن يحلل النص تبعا لعناصره ومكوناته، أن يعيد تركيب النص. عزيزي المتعلم، سنبدأ حصتنا بوضعية انطلاق سأقرأ هذه الوضعية. علمت أن أحد أصدقائك بالمدرسة قد بدأ يتعاطى التدخين، فجئته ناصحا كيف ستبين له مضار التدخين وتقنعه بتركه من خلال المعلومات الجديدة التي اكتسبتها بعد مشاهدتك هذا الشريط على الرابط الآتي. ليس سهلا الإقلاع عن عادة التدخين، ولكنك قد تفكر في ذلك عندما تدرك التغير المباشر في صحتك لدى تركك هذه العادة. لقد لاحظ علماء في جامعة نوتنغهام ومراكز بحثية في أمراض القلب والرئة والدم عودة معدل نبضات قلب المدخن إلى طبيعته بعد 20 دقيقة فقط من الإقلاع عن التدخين وانتظام مستويات ضغط الدم عنده بعد ساعتين. ولاحظ الباحثون أن الأعراض الجانبية لنقص النيكوتين تصل ذروتها بعد 3 أيام من ترك التدخين، وهي أصعب فترة بالنسبة إلى المدخن لأنه يعاني فيها من الصداع والغثيان والعصبية. وفي هذه المرحلة تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى طبيعتها، وإذا ما تحمل المدخن هذه الأعراض فسيلاحظ انخفاضا في نوبات السعال وضيق النفس أو الحرقة في الرئتين أثناء ممارسة التمارين الرياضية خلال الأسابيع 9 الأولى من ترك التدخين. وهذه العوامل في مجملها تساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان بما فيها سرطان الرئة إلى النصف. وشدد الأطباء على أن صحة المقلع عن التدخين ستكون شبه طبيعية بعد 15 عاما، خاصة إذا تركها قبل سن 30. الباحثون لاحظوا أيضا تحسنا في دماغ تاركه، كما لمسوا تحسنا في بياض أسنان المدخن وقوتها ورائحة فمه لتخلصها من القار الذي يوفر بيئة جيدة لنمو البكتيريا التي تنخر الأسنان. ولاحظوا تحسنا في جلده لغياب المواد الكيميائية في السجائر والتي تؤدي إلى ترهله بسرعة وربما الإصابة بالأكزيما أو سرطان الجلد. الباحثون أشاروا إلى أن المقلع عن التدخين سيدرك في النهاية أن الحياة أجمل دون سيجارة. عزيزي المتعلم، بعد مشاهدتك للشريط أنا متأكد أنك توصلت إلى معلومات مهمة بشأن التدخين ستساعدك في إقناع صديقك بتركه، ومع هذا سأعرض عليك حوارا قد تجد فيه إجابات قريبة من إجاباتك وتساؤلاتك عن الدرس الجديد. يوسف يقول: اسمع يا صديقي، بحسب عدة دراسات فإن التدخين يسبب أمراض القلب والسرطان بما فيها سرطان الرئة. علي: نعم يا يوسف صحيح، وليس فقط سرطان الرئة بل يؤثر أيضا على الدماغ ويسبب سرطان الجلد. أنور
لقد دهشت عندما عرفت أنه بمجرد الإقلاع عن التدخين تتحسن صحة المدخن، فتعود نبضات القلب إلى طبيعتها بعد 20 دقيقة من الإقلاع. يوسف، ما هي مضار التدخين الأخرى؟ وهل هناك طرق ناجحة للإقلاع عنه؟ علي، سنتعلم هذا في درس جديد بعنوان مضار التدخين، يمكننا أن نجد الإجابة. يوسف، الآن فهمت، فالموضوع الذي سيتناوله النص واضح من خلال عنوانه، فهو يجيب عن سؤال: ما مضار التدخين؟ إنه خطر حقا. هل تعتقدون أنتم أيضا أن الإجابة عن هذا السؤال موجودة في هذا النص؟ نعم، نعتقد ذلك، كما أننا إذا تأملنا الصورة سنجدها تضمر سؤالا يتطلب جوابا. فما هو أصدقائي هذا السؤال؟ كيف يمكن ترك التدخين؟ من كتب النص؟ لمن كتب النص؟ ما علاقة الكاتب بموضوع النص؟ من كتب النص؟ من المؤلف؟ إنه أسامة عبد العزيز. لمن كتب هذا النص؟ لمن وجه هذا النص؟ للأطفال؟ للبالغين؟ للأطباء؟ للعلماء؟ إنه لجميع الناس. الكاتب يتوجه لجميع الناس من كل الفئات. ما علاقة الكاتب بموضوع النص؟ هل الكاتب شخص عادي؟ هيئة؟ مؤسسة؟ ماذا نعرف عنه؟ ما مجال اهتمامه؟ العلم أم الرياضة أم الترفيه أم السياسة؟ إنه طبيب، وهذا يعني أنه سيقدم معلومات صحيحة. بعد قيامك بالأنشطة السابقة، توقع الهدف الذي من أجله كتب هذا النص. عرض معلومات حول مضار التدخين، سرد قصة عن أضرار التدخين، كيفية ترك التدخين. لن أنسى عزيزي أن أذكرك بضرورة الاحتفاظ بتوقعاتك إلى نهاية الحصة. الآن عزيزي، حان وقت قراءة النص، لهذا أدعوك إلى إخراج الكتاب المدرسي وفتحه على الصفحة 176. سأقرأ النص، لهذا تابع معي. مضار التدخين: ليس ثم شك أن التدخين بكل أنواعه رذيلة خلقية وخسارة اقتصادية وعلة طبية، بل كارثة إنسانية. ومع التقدم العلمي الهائل في وسط البحث العلمي والاستقصاء والإحصاء، وجد أن التدخين هو أكبر سبب مفرد في العالم يؤدي إلى المرض والموت. وتشير البحوث إلى أن حالات الوفاة نتيجة لأمراض التدخين تحتل المركز الأول قبل تلك الناجمة عن أسباب أخرى مثل الحروب أو الكوارث أو مرض الإيدز أو حوادث السيارات. فعدد ضحايا التدخين من الوفيات يبلغ 2.5 مليون سنوياً، هذا بخلاف من تقعدهم الأمراض التي يسببها التدخين. لعل كل شخص يدرك خطورة التدخين، لكن الكثيرين لا يعرفون إلى أي مدى يمكن أن تكون عاقبة الاستمرار فيه، وكثيرة هي الأمراض التي تصيب الإنسان بسببه، إذ يتسبب في التهابات الشعب الهوائية كافة، ويقلل من كفاية الرئتين فتعجزان عن مبادلة الأكسجين اللازم لتنقية الدم، كما يسبب سرطان الرئة وأمراض القلب
جلطة الشرايين التاجي والإصابة بالذبحة الصدرية إضافة إلى سرطان الفم واللثة وسرطان المعدة والكبد. وثمة ظاهرة خطيرة قد لا يفطن لها الكثير من الناس، وهي ما يطلق عليه التدخين السلبي، وهو تعرض غير المدخنين لا إراديا لدخان التبغ في الأماكن المغلقة. فقد أظهرت الدراسات العلمية أن الدخان المنتشر بالحجرة يشتمل على جميع السموم الموجودة في السجائر، ولهذا يجب على غير المدخنين أن لا يسمحوا للمدخنين بالاعتداء على حريتهم وتدمير صحتهم، بالإضافة إلى ما سبق. ويبقى السؤال المهم، هل يمكن إذن ترك التدخين؟ والجواب نعم، يمكن ذلك بعدة وسائل، منها نشر الوعي بمخاطر التدخين بكل الوسائل الإعلامية المتاحة، والعلاج الجماعي حيث يجتمع المدخنون في مجموعات ويقدم لهم برنامج رياضي وبرامج توعية ومحاضرات عن طريق عيادات متخصصة لهذا الغرض، وكذلك العلاج الدوائي. وتعتمد هذه الطريقة على أهم المواد الفاعلة في الدخان وهي النيكوتين، لذلك استخدمت بعض المواد المستخلصة التي تقارب طعمه كلبان للمضغ. وهناك بعض الطرق المستخدمة في العلاج، ومنها التنويم المغناطيسي والإبر الصينية ومزاولة الرياضة، وأخيرا إنشاء جمعيات في بعض المجتمعات بهدف حماية غير المدخنين من التدخين السلبي، وذلك بمنع التدخين في أماكن التجمعات العامة. وهكذا يحس المدخن أن التدخين عادة قبيحة، وهي لا شك كذلك. ويحتفل العالم كل عام في 31 من شهر مايو بيوم مكافحة التدخين، وشعاره في ذلك أن يكون العالم خاليا من التدخين في المستقبل القريب. فهل يتحقق هذا الحلم؟ والآن عزيزي، حان دورك لقراءة النص قراءة سليمة ومعبرة بعد إيقاف الشريط. والآن عزيزي، سنحاول معا أن نحدد معاني بعض المفردات حسب ورودها في النص. دعنا نكتشف أول مفردة، ما معنى رذيلة؟ إذا لإظهار المعنى نضغط على اليد. إذا جيد، رذيلة هي الرديء من كل شيء، وهي ضد الفضيلة. نعم، ترى ما معنى علة؟ جيد، إنها مرض، صحيح. ما معنى الاستقصاء؟ البحث. وما معنى الناجمة؟ الناتجة. يبلغ معناها يصل، يدرك، يعي. ما معنى عاقبة؟ جميل، نتيجة، نتيجة. وماذا عن كلمة تعجز؟ لا تقدر. ما معنى كفاية الرئتين؟ قدرتهما. وما معنى الجلطة؟ نعم، إنها كتلة رخوة من الدم تتجمع داخل الأوعية الدموية، أحسنتم. وما معنى المتاحة؟ هي المتوافرة والمستخلصة، المستخرجة والمستخدمة، معناها المستعملة. نعم، أحسنتم. والآن عزيزي، حان وقت الإجابة عن أسئلة الفهم المتعلقة بمضمون النص، فهل أنت مستعد لذلك؟ حسناً، سنبدأ بأول سؤال، وهو سؤال عن مضمون النص بشكل عام. يقول لخص في عبارة الموضوع الرئيس للنص. قد يجيب أحدكم مثلاً وجب التخلص من التدخين نظراً لمضاره. أحسنتم. بين خطر التدخين على أعضاء الإنسان. سأقدم لكم هذه الفقرة للإجابة عن هذا السؤال. بين خطر التدخين على أعضاء الإنسان وفق الجدول الآتي. ضع في الخانات الأولى العضو، وفي الخانات الثانية نضع الخطر.
إذن عرض الفقرة، إذن كما تلاحظون الإجابة توجد في هذه الفقرة. تأملوها من جديد بقراءة سريعة. إذن أخفي هذه الفقرة. إذن ترى ماذا وجدتم؟ ترى ماذا وجدتم؟ نعم جميل، الشعب الهوائية تصاب بالالتهاب، الرئة بالسرطان، القلب بجلطة الشريان التاجي، إصابة كذلك بالذبحة الصدرية، الفم واللثة والمعدة والكبد قد تصاب بالسرطان. جيد أحسنتم. ننتقل الآن إلى النشاط الموالي. ما الحلول التي اقترحها الكاتب لترك التدخين؟ إذن أين توجد الإجابة؟ جيد، توجد الإجابة عن هذا السؤال في الفقرة الأخيرة. إذن سأقوم بعرض هذه الفقرة، قرأوها بشكل سريع وحاولوا الإجابة. نعم، ماذا وجدتم؟ ما هي بعض الحلول الواردة في هذه الفقرة؟ إذن سنعرض الإجابات. جيد، مثلا الحل الأول نشر الوعي بمخاطر التدخين، الحل الثاني العلاج الجماعي، الحل الثالث العلاج الدوائي، الحل الرابع إنشاء جمعيات لحماية غير المدخنين، الحل الخامس مزاولة الرياضة. الآن ننتقل إلى النشاط الموالي. يتكون النص من 5 فقرات، وضعوا أمام كل فقرة الفكرة المركزية المناسبة لها. إذن الفقرة الأولى ما هي فكرتها؟ جيد، التدخين كارثة إنسانية كبرى. الفقرة الثانية، التدخين أكثر قتلا للبشر من الإيدز وحوادث السير والحروب. جميل. الفقرة الثالثة، أضرار التدخين الصحية. الفقرة الرابعة، مضار التدخين السلبي. والفقرة الأخيرة، طرق مقاومة التدخين السلبية. جميل أحسنتم. ننتقل إلى نشاط آخر، قدم عنوانا مناسبا لكل فقرة من فقرات النص. إذن لدينا فقرات، ضعوا لكل فقرة عنوانا مناسبا لها. إذن ماذا وجدتم؟ يمكنكم أن توقفوا الشريط، تقومون بالإجابة عن هذا السؤال، وبعد ذلك تتأكدون من إجاباتكم. إذن يمكنكم وقف الشريط ثم الاشتغال على هذا النشاط، وبعد ذلك تصححون. إذن الفقرة الأولى، التدخين كارثة. جميل. الفقرة الثانية، التدخين موت. الفقرة الثالثة، مضار التدخين. الفقرة الرابعة، التدخين السلبي. الفقرة الخامسة، طرق الوقاية. رائع. إذن أمر إلى النشاط الموالي. لاحظوا معي، لدينا صورة. السؤال، ابحث في النص عن العبارة المناسبة لما تعبر عنه الصورة. خذوا وقتا للتفكير. نعم، ماذا وجدتم؟ سنرى. جيد، وثمة ظاهرة خطيرة قد لا يفطن لها الكثير من الناس، وهي ما يطلق عليه التدخين السلبي، وهو تعرض غير المدخنين لا إراديا لدخان التبغ في الأماكن المغلقة. أحسنتم عزيزي، سننتقل إلى أنشطة التحليل، وسنبدأ بأول نشاط يتعلق بمعجم النص. أجرد من النص 4 ألفاظ دالة على كل من التدخين، الوقاية. نعم، سنجد مثلا كلمة أمراض، صحيح،
التدخين السلبي، السموم، الموت. إذن هذه كلها ألفاظ تمثل هذا الحقل. الوقاية سنجد مثلا نشر الوعي، العلاج الدوائي، مزاولة الرياضة، إنشاء جمعيات. جميل. الآن ننتقل إلى نشاط آخر. ورد في النص العديد من المعطيات العلمية والإحصائيات، مثلا تشير البحوث إلى أن حالات الوفاة نتيجة لأمراض التدخين تحتل المركز الأول. عدد ضحايا التدخين من الوفيات يبلغ 2.5 مليون سنويا. أظهرت الدراسات العلمية أن الدخان المنتشر بالحجرة يشتمل على جميع السموم الموجودة في السجائر. ما فائدة هذه الإحصائيات؟ نعم، رائع. فائدة هذه الإحصائيات توضيح المعلومات الواردة في النص وإثبات صحتها علميا. جيد. نمر إلى النشاط الموالي، ولكن قبل ذلك تذكر، يقدم النص التفسيري معارف ومعلومات للقارئ انطلاقا من أسئلة مباشرة ظاهرة من خلال صياغتها أو أسئلة ضمنية خفية. لننتقل إلى النشاط الموالي للبحث عن هذه الأسئلة، عد إلى النص صفحة 176 قبل الإجابة عن المطلوب. إذن حدد المطلوب اعتمادا على الجدول الآتي. سنحدد الأسئلة التي طرحها النص وأجاب عنها، الأسئلة التي لم يطرحها النص وأجاب عنها، الأسئلة التي طرحها النص ولم يجب عنها. إذن الأسئلة التي طرحها النص وأجاب عنها، هل يمكن إذن ترك التدخين؟ جيد. الأسئلة التي لم يطرحها النص بشكل صريح وأجاب عنها، نعم. ما مضار التدخين؟ ما مفهوم التدخين السلبي؟ الأسئلة التي طرحها النص ولم يجب عنها، فهل يتحقق هذا الحلم؟ أحسنتم. ننتقل الآن إلى نشاط آخر. اقترح الكاتب عدة حلول للإقلاع عن التدخين. أي الحلول تراه أجد نفعا للإقلاع عن التدخين؟ نعم، تقبل جميع الإجابات مع التعليل. كل متعلم يستطيع أن يرى حلا هو الأجدى نفعا. اقترح أنت طرقا أخرى للإقلاع عن هذه الآفة. نعم، تقبل جميع الحلول. أحسنتم. هل تعلمتم من النص خطرا جديدا أو معلومة جديدة؟ إذا كان الجواب نعم، اكتبها، وإذا كان لا، ماذا كنت تريد أن تعرف أيضا؟ تقبل هنا أيضا جميع الإجابات. ما القيمة التي استفدتها من النص؟ إذن بعد قراءتك للنص وفهمه وتحليله، ماذا استفدت؟ نعم، تعلمت من خلال النص مدى خطورة التدخين على صحة الإنسان. الآن ننتقل إلى نشاط خاص بلغة النص. المفردات الخاصة بالموضوع، ما هي الكلمات الخاصة بهذا الموضوع؟ ثم المعجم المهيمن، هل هو معجم مألوف معتاد كلمات معروفة أم معجم طبي؟ ما زمن الأفعال الموظفة في النص؟ مضارع، الماضي، الأمر، إلى آخره. إذن ماذا وجدتم؟ نعم، بخصوص المفردات الخاصة بالموضوع نجد الشعاب الهوائية، مبادلة الأكسجين، التنويم المغناطيسي، جلطة شريان التاجي، الإبر الصينية. بالنسبة للمعجم المهيمن، نلاحظ هيمنة المعجم المألوف لأن الكاتب يسعى إلى تقريب الموضوع للقارئ. جميل. ونلاحظ أيضا غلبة الفعل المضارع الذي يقدم المعلومات وكأنها حقائق عامة وشاملة ولا تخضع لزمن محدد. أحسنتم.
من بين ملامح النص التفسيري نجد غلبة الضمير الغائب. لماذا؟ لأن الكاتب يريد أن يغيب انطباعاته. أيضا نجد غلبة الأسلوب الخبري. لماذا؟ للدلالة على صدق المعلومات. أيضا نجد التسلسل المنطقي للمعلومات، غياب تناقض العلم في تقديم المعلومات. لا نجد مثلا معلومات تتعارض مع معلوماتنا السابقة، وأيضا لا نجد معلومة تتعارض مع معلومة أخرى داخل النص. دقة الألفاظ ووضوحها، وأيضا يتضمن علاقات سببية، مثلا عندما يقول إذ يتسبب كذا في ظهور كذا. تركيب النص، أعد تركيب النص تبعا للتصميم الآتي: أسباب التدخين، مضاره، طرق الوقاية منه. إذن يمكنكم أن تكتبوا نصا، تركبون نصا جديدا اعتمادا على هذه الأفكار. استثمار النص، أنجز ملصقا تحذر فيه المدخن في زمن كورونا من آفة التدخين، مستثمرا النص ومستفيدا من النموذج أسفله. إذن وفي الأخير أتمنى أن تكون جميع إجاباتكم صحيحة، وفقكم الله، وشكرا لكم على تفاعلكم، وإلى اللقاء في حصة قادمة بحول الله.